نبلش اليوم بس تسميهم. اول شيء عندنا ثلاثه برودكتس، اليوفي فاك، البادي جاني، والميريكل فوت ريبير. هلا بنبلش بالهم تبع شغل البيت، وبعدين بنروح على بعد ما تتعب من شغل البيت بتقعد بتغنش حالها بالبادي جاني وبترجع بتهتم باجريها. اكزاكتلي. اليوفي الترا فاك هي مثل المكنه اللي بنستعملها عاده كرمال نشفط الغبره بالبيت، بس فيها اشياء كثير غير عن هيك زايده. مثل ما اسمها بيوحي يو في الترا فاك، هي بتشتغل على ضوء اليو في يلي هو مبين هون. هلا ما ببين لانه لازم يكون مكبوسين الثلاث اجرين حتى يضوي، بس في لمبه يو في هون خصوصي، هي شغلتها كرمال تقتل كل شيء في جيرمز وباجز نحن ما بنشوفهم بالعين المجرده. يعني اسمها يعني الالترا فايلت الريز الضوء، وهي لونها فايلت كمان، هي ملبقينها مع الالترا فايلت. هلا غيدا، في شغله انه نحن ثلاث ارباع الوقت بحياتنا بنقضي ثلث حياتنا مقضينا بالتخت نايمين بالفرشه، والفرشات تبعنا ما فيك تتخيلي قد بيحتووا باد باجز ومايتس كثير صغار، نحن ما بنعرف حتى انهم موجودين لان ما فينا نشوفهم. صح. هول بيربوا اول شيء مع العمر، يعني اذا الفرشه منا كثير جديده از ان سنه او سنتين ببلشوا يتراكموا هدول المايتس بقلبها، وهول بيربوا على الديد سكن، يعني في كثير اوقات جسمنا مقشب بهر بلا ما نشوفهم انه هارين، اجرينا اوقات السلايفا الريق تبعنا على المخدات، او اذا عرقانين وغافين بلا ما نحس، هيدا كله بيجمع رطوبه وعفن، وهول كلهم الفرشات يعني ياما ايام بنغير فرشاتنا وقت عم نغير الطخوطه بنجرب نحمل الفرشات والمخدات تنشمسهم برا بهدف انه نهويهم ونعرضهم للالترافايلت يلي نحن هلا عنا اياها بين ايدينا، واتس كومباكت يعني سايزها صغير. يعني بالعاده بنقول كمان جود نايت دونت ليت ذا باد باجز بايت، سو هون هي رح تعمل بايت، هي رح تعمل لهم بايت للباد باجز كلهم. والحلو فيها انه مش بس بتقضي على الباجز، بتقضي على البيض تبعهم، يعني تيرمينالي دي ان اي تبعهم خلص اتس كومبليتلي ديد. حتى بالفصح حرام تقضي لهم على البيت، خليهم ما خصهم بالفصح، هول لازم الله حلالها انه نقتلهم. هلا من بعد ما كيف باي طريقه بتقتلهم، في الفلتر تبعها هون مثل ما مبين، هو معمول بطريقه انه تتراب كل الغباير والمايتس والرطوبه حتى العفن الاوقات السود اللي بهروا علينا ما بنشوفهم بقلب هيدي الفلتر يلي هيفي ديوتي، يعني فينا حتى نغطسها بقلب المي والديترجنت حتى نقدر نطهرها فيري ويل وينقموا كل الجيرمز يلي بالفرشيه دي ار ترابت بقلبها بهالفرشيه يلي بتفوت بقلب الاثنين تبع الفلتر. نحن بنكون امنا واكدنا انه تنظفت كومبليتلي حتى نقدر نرجع نستعملها فور فيوتشر يوز، خاصه اللي عندهم حساسيه، اللي عندهم ربو، اللي عندهم مشاكل. هلا انا كنت بدي اشرح عنها، مزبوط غيدا عم تحكي. نحن كثير ايام بننام بنقوم منا عارفين، اوقات مزكمين عندنا وجع راس كثير قوي او تكسير بجسمنا او عم نعطس، بنفكر انه هيدا الرجي من التقس او موسمي او بدنا نقرب، بس انفاكت ما بنكون عم نقرب. هدول السيمبتومز بعد الدراسات عرفوا انه هول السيمبتومز تبع المايتس والباد باجز يلي هن they are feeding on our dead skin بفرشاتنا. فيهم يقدروا لحديت ال 2 مليون باد باجز او مايتس ينوجدوا معنا ونحن مش عارفين ابدا انه they exist. يا لطيف، يعني اذا بتشوف الدعايه تبعها مثل كانه شيء هاجم عليك بالليل وانت مبسوطه ونايمه. سو في كثير عالم مناعتهم منا قويه من وراء الالرجي اللي عندهم اياها، والولاد الصغار صغار كمان عندهم مناعة أقل منا، صحيح، سو بيتأثروا بهدول السيمبتومز أكثر منا. هلا هاو تو يوز، كل ما بدنا نغير شراشف البيت والمخدات لازم نستعملهم على الفرشة وعلى المخدات يلي مقبعين بانتظام، يعني كل جمعة أو 10 أيام بنغير تخوتة نستعملها كل مرة قبل ما نغير نحط الشراشف الجديد.
ومش بس هيك، هيدي فينا نستعملها مش بس على التخوطه وعلى على الفابريك، فينا نستعملها كمان بشكل هوفر على الارض لانه عندها هاندل طويله وفي كثير فلكسبل، يعني اذا بدك تقطعيها تحت سيرفس ضيق كثير ما بينفات المكنسه عليها تحت الكنبايه وهيك بتقطع كمان بتفوت فوق. وهيدا الزر يلي كبسته، في زر ثاني هون على الهاندل بتكبسيها كمان ترجعي تفوتيها بهالشكل. Very easy to use، كثير هينه انها تنضب، بتنحط بمحل صغير كومباكت. فيني حتى من هون اشفط له اكلاته للشيف شادي؟ بدك تساليه هيدا منك لانه المهم ما يكسر. انا مره جبت السناره لاتصيد له السمو، بقى هلا عم فكر هيدي هي بتشفط وسائل اخرى كمان. هلا في هون بهال السكوير الصغير فينا نقيمها ونحط نفوت هيدا التيوب بقلبها، هيدي خصوصي كرمال تشفط المحلات اللي نحن ما فينا نوصل لها. صح. مثل الالومنيوم سكيت تبع الالومنيوم، القرانه تبع الحيطان او القواد، بتتفوت هيدا التيوب بقلبها بدقيقه بينشفطوا. هلا هي بدي ادورها شوي لتشوفي قد ايه قوه الشفط تبعها. اذا بتشوفي هون ما بعرف اذا بين، عندها قوه شفط كثير قويه، بتقدر تشفط بدقيقة كل الغبائر والأشياء يلي متراكمة تحتها. كمان فينا بعد نستعملها على البرادة لأن في كتير أيام عنا البرادة ما بتعرف قد بيحملوا غبائر، ومش دايما فينا نفكفكهم ونغسلهم أو نبعتهم على المصبغة. سو بهالطريقة نحنا وقتها بتنحط ثلاث أجرين مكبوسين على البرادة، كمان بذات الوقت بنكون عم ننظف البرادة وفرش الصالون مش بس القواد. سو هيدي كتير بتفيد لعدة استعملت. سعرها 140 دولار واصله لعند المشاهدين بدون اي تكلفه اضافيه، وبس من خلال عالم الصباح. بس من خلال عالم الصباح ومنها موجوده بالسوق. سو موجودين بس على الويب سايت المبين بكعب الشاشه وعلى البروجرام تبعنا هون. الايتم الثاني يلي بدنا نحكي عنه وسوري بعد قبل ما انسى، اليو في فاك مع قفر الكيبيز لحديت الساعه 1، اذا المشاهدين اتصلوا بيطلع لهم الكيبيز ببلاش. الكيبيز هن عبارة عن 5 أغطية، أغطية بلا الكونتينر الموجود من تحت، لأنه في كتير مشاهدين بيفكروا أنه it's like a Tupperware. In fact هي منا هيك، هي غطا بيزبط على حيلا كونتينر من تحت إن كان مدور أو حتى سكوير، لأنه وانس منكبسهم على الكونتينر يلي موجودين it seals it off completely، بتعمل فاكيوم بتبطل تفوت ولا هواء ولا شيء، وما بيعود ينكب يحيى عم محطوطه ما نزل ولا نقطه مي. بدل ما نقعد تو سيل ذم كومبليتلي بهدول الالومنيوم والفويل وهول كلهم، هيدي بتغطيهم ووقت اللي بدنا نرجع نقيم الهواء منها ما قلنا غير نكبسها هون نقامل فات الهواء ورجعت انقبعت منها. كثير براتيك تستعمل، حرام ما نكب الاكل بنحطهم بنخبيهم بهدول الاغطيسات اللي بدنا. صحيح. سعر الكيبيز بلا القفر 33 دولار، اذا حابين مشاهدين يشتروهم بلا القفر حقهم 33 دولار. واذا بيلحقوا حالهم قبل الوحده بيحصلوا عليهم. Exactly. مع اليو في فاك. هلا ثاني ايتم هو البادي جاني يلي هي بعد ما تمشوا وتشتغلوا كثير بالبيت وتتعبوا بدكم ساعتها تغنجوا ايديكم واجريكم وهلا بلشت حلو، صار فينا نلبس منفتح، صار لازم نبلش نهتم باجرينا وايدينا. البادي جاني هي مثل ما عم تشوفيها كثير صغيره و بورتبل، وين ما سفرنا وين ما رحنا مش على طول فينا نعمل نروح نعمل باديكيور ومانيكيور. هيدي خصوصي كرمال تقيم اللحم الميت عن الاجرين او حتى عن الكوع والركب لانه كثير طريه. بدي اعمل بس فرجيكم انه اذا ما في لحم ميت ما بتزيد ما بتقيمهم ما بتجروح. هيدي عم بستعملها على البالون، ما انفخت البالون ولا شيء. وجايبه بالون كمان ازرق مثل ثيابها كمان. اكيد من اسرتي. وفي شغله اذا في لحم ميت بتقيمهم، رح فرجيكي. انا جربت البالون ما فقع البالون ولا نمشي، بس
ليك الحامضه قديش قيمتها. ايه. سو وقتها في لحم يعني استعملها دغري ما بدش بقى يعني بدش حامضه دغري للمطبخ. المهم تكون بس نظيفه خصوصي للحامض. اكيد اكيد. سو وقتها في لحم ميت بتقيمهم بكثير قوه، واذا ما في ما بتخشبرهم ولا بتجروح محلاتها. هلا هيدي الحلو فيها انه ما بتوسخ تحتها، يعني في لها كونتينر صغير بقلبها، اللحم الميت بيقعد بقلبها وبعدين بنفتحها وبننظفها بهالطريقه. كثير هايجينيك، وحتى وقت بنستعملها بمي ما بتصدي، ستينلس ستيل. هلا بيجي معها هيدي الهاندل كرمال نركب عليها 10 روس، فينا نستعملهم كل وحده لاستعمال خصوصي. هيدي مثلا للحم الميت، في منهم هيدي اذا الاظافر معموله ب اكريليك فينا نبردها فيها لانه المبرد هيدا قوي، او لضفير الاجرين، كل وحده لها يوزج خصوصي. هيدي مثلا لترجع تلمع من بعد البرد. سعر البادي جاني 40 دولار واصله للمشاهدين بدون اي تكلفه اضافيه. شو حلو ريحه البرش الحامض، شفتي؟ بتطلعي الريحه عن جد خي. هلا من بعد ما عملنا اجرينا وصاروا حالس مالس ونضاف وحلوين، صار فينا نحط الميركل فوت ريبير يلي هو كريم خصوصي كرمال الاجرين. من شو ليه مثلي اسمه ميركل فوت؟ لانه عن جد كثير بينفع، معمول من 60% من الوي فيرا. الالوي فيرا هي عشبه، اتس بلانت، معموله خصوصي كرمال تغذي كثير، بترطب كثير، وما في شيء سنتاتيك او كيميكال بهيدا الكريم، يعني حتى مكتوب عليهم انه يلي عندهم سكري بيقدروا يستعملوا. هلا هيدا لشو بينفع؟ للاجرين المشققين او الناشفين، او يلي عندهم في اوقات انواع اجرين بيعملوا ريحه اكثر من غيرها، في منهم عندهم الرجي بقلبها، اتشي توز او شيء. هيدا الكريم معمول خصوصي كرمال هيدول الكيسز. سعره 24 دولار. وكيف يستعمل؟ اول شيء اذا المنشفين او مشققين كثير يستعمل 3 to 4 times a day، اكيد على اجرين نضاف. بنعمل مساج على الاجرين خصوصي كرمال تشربوا جلدي، واذا فينا نلبس عليهم كلسات بالليل نحن نايمين حتى يطلعوا سموث وترايا ثاني نهار. هلا اول شيء اول كم يوم 3-4 مرات، بيرجع بعدين مرتين على بكره وعشيه، واكيد انه بعد يعني بنحط الكريم وبنلبس بعدين الكلسات البوتس وهيك بنعمل كل شيء بنظهر عادي. والريزلتس كثير ببينوا لانه اوتوماتيكلي بتصير كثير طريه الاجر، ويعني خارج منظر. هلا نحن خلصنا الفكره، بس لانه صارت حوالي 12 بدي اعيد المشاهدين واقول لهم المسيح قام وينعاد عليكم جميعا. اكيد، وعليك ان شاء الله كمان وعلى جميع المشاهدين. دومينيك نحن بنشوفك جمعه الجاي. شكرا لك وعلى المعلومات لليوم. لحقوا حالكم قبل الوحده، بتحصلوا على الكيبيز مع اليو في فاك، واكيد دائما اتصلوا فينا بتحصلوا على كل البرودكتس اللي بتشوفوها بالتيفي شوبينج. شكرا لك دومينيك. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، بيكون معنا ضيفنا بالاستوديو، خليكم معنا.